السلام عليكم ابطال. كان عندنا واحد تشالنج ديال بانش باك ماشين اللي كتعبر لك القوه ديال اللكمه ديالك. وشاركوا فيها اربعه ديال الابطال اللي غنتعرفوا عليهم دابا، ومنهم بطل مغربي. المهم غنشوفوا القوه الضاربه، شكون اللي عنده اقوى لكمه في العالم. بين هاد ربعة ديال الملاكمين، الملاكم الأول البريطاني أنتوني داتشوا كما كتشوفوا المقاتل القوي، والإيرلندي كونو ماغريغور مقاتل كونو ماغريغور، والأمريكي جون آت وايدر جون آت وايدر مقاتل قوي، وفي الأخير الأسطورة المغربي بدر هاري. غنبداو بالملاكم البريطاني أنتوني داتشوا، شوفوا القوة الضاربة ديالو 848. دابا نشوفوا الإيرلندي كونور غريغور، كونور غريغور حصل على 936. دابا غنشوفوا الأمريكي جون آت وايدر، تسعمية وسبعة وعشرين 927. شوفوا المقاتل المغربي بدر هاري هل سيفوز. قبل ما نشوفوا النتيجة، ما تنساوش تشجعونا وتشاركوا معايا في القناة، وما تنساوش لايك لايك لايك. مقاتل المغربي الأسطورة بدر هاري، من سيفوز من سيفوز من سيفوز؟ القوة الضاربة، فاز بدر هاري ب 940، أقوى لكمة لبدر هاري، أقوى لكمة في العالم للمقاتل بدر هاري. الخوت مغاربة واعرين في الملاكمة، الله يعاونكم.